عقد أو عقد أو قلادة مردوخ، ودي قطعة من المجوهرات بقت هي الأشهر والأكثر غموضا في التاريخ كله. قصتها فعلا بتثير الريبة والدهشة. أشهر شخصيات التاريخ مسلموش من شرها، أو هكذا يقال. طب إيه القصة الكاملة وإيه الحقيقة الجدلية لعقد أو عقد أو قلادة مردوخ؟ انتوا طلبتوا ان انا اديكم رأيي في الموضوع ده، وانا هديكم القصة كاملة. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تنزل تحت في صندوق الوصف، هتلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا. ما تنساش دعمي بلايك والشير عشان المحتوى يوصل للكل، وانا دايما برد عليكم في جروب التليجرام. زمان كانت